وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات و500 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 772 مليار و402 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 54% ليغلق اليوم عند مستوى 11978 نقطة. أيضا هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 40% وأغلق عند 2307 نقاط. امتدت أيضا الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 49% وأغلق عند 3369 نقطة.